أهلا بيكم طلبة مستر محمد رياض في كل مكان، معاكم باشمهندس هارفي، وهنراجع مع بعض دلوقتي أول شيت في شابتر 1 جيومتري، وهو شيت السيميلاريتي أوف بوليجونز. طيب هنبدأ مع بعض مراجعتنا بأول بوينت معانا. تخيلوا كده عندنا شكلين زي كده، تمام، تو بوليجونز بالشكل ده. أوكي، طيب التو بوليجونز دول ممكن نقول ان هما similar امتى؟ طيب عشان نقول ان two polygons بتوعنا similar لازم يتحقق معنا شرطين. ايه هما الشرطين دول؟ اول حاجة ان ال corresponding angles يبقوا equal بعض. يعني ايه corresponding angles؟ يعني عندي كده الانجل دي تبقى قد الانجل دي، تمام؟ طيب وعندي الانجل دي تبقى قد الانجل دي، طيب وعندي الانجل دي تبقى قد الانجل دي، طيب والانجل الرابعة هتبقى قد الانجل الرابعة. خلاص، يبقى أول شرط عندي إن الانجلز بتاعتنا أو الكورسبوندنج انجلز بتوعنا يبقوا مالهم؟ يبقوا ايكوال لبعض. طيب ده أول شرط، تعالوا كده نكتبه. يبقى كورسبوندنج انجلز أور ايكوال. طيب إيه بقى تاني شرط عندنا لازم يتحقق كمان؟ طب الريشيو ما بين الكورسبوندنج سايدز تبقى برضو ايكوال. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي السايد ده وعندي السايد ده، المفروض ان دول يبقوا الكورسبوندنج سايدز بتوعي، السايدز اللي المفروض شبه بعض في التو بوليجونز بتوعي. خلاص، طيب وعندي مثلا السايد ده المفروض ده هيبقى شبه ده. خلاص، طيب ونفس الكلام السايد التالت، تعالوا ونفس الكلام للسايد الرابع. خلاص، طب جميل، ايه بقى اللي يحصل؟ نلاقي الريشيوز ما بين السايدز دي كونستنت. بمعنى يعني لو خدت السايد الاورنج ده اللي احنا كنا راسمينه الاولاني خالص اللي هو اي بي، وقسمته على السايد الكورسبوندنج دي في البوليجون الثاني اللي هو المفروض يبقى اكس واي اللي هو شبهه في البوليجون الثاني، نلاقي الكلام ده ايكوال. ليه بقى؟ لنفس الكلام للريشيو ما بين تو corresponding sides ثانيين. يعني مثلا ال AD في الصغير over ال XL في الكبير، نلاقي الكلام ده برضو equal لمين؟ ال BC في الصغير، ال YZ في الكبير نفس الكلام برضو، مين كمان؟ ال CD في الصغير over ال ZL في الكبير. خلاص، يبقى دول الحاجتين اللي لازم يحصلوا عندي عشان اعرف اثبت ان الشكل ده او التو بوليجونز دول يعني ار سيميلر. تمام كده، طب جميل، طب ايه كمان؟ طب الريشيو اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي دي، خلاص الريشيو دي بتساوي حاجه اسمها كي. طيب ايه الكي ده؟ الكي ده بنسميه السيميلاريتي فاكتور. طب جميل، طب السيميلاريتي فاكتور ده هل هو يساوي اي حاجة في الريشيوز الاربعة دول؟ احنا اتفقنا مع بعض ان الاربع حاجات دول، خلاص طبعا بقى اربعة خمسة ستة على الشكل، على حسب طبعا عدد السايدز بتاع البوليجون. يعني هنا البوليجونز بتوعنا كانوا كواد، كان اربعة سايدز يعني، خلاص فاحنا طلعنا اربعة ريشيوز. لو عندي 10 سايدز هطلع 10 ريشيوز كلهم قد بعض. خلاص، طيب الكي بتاعتنا دي بقى بتساوي اي ريشيو من دول؟ ما هو كلهم زي قد بعض زي ما اتفقنا مع بعض. جميل، طب ايه كمان؟ اقدر اقول كمان ان الريشيو دي تساوي البريمتر بتاع الشكل الاولاني اوفر البريمتر بتاع الشكل الثاني. خلاص، يبقى الريشيو ما بين السايدز بتاعت البوليجون الاولاني تو ذا ريشيو بتاعت السايد بتاعت البوليجون الثاني، خلاص هي برضو الريشيو ما بين البريمتر بتاع الشكل الاولاني للبريمتر الشكل الثاني. للي مش فاكر ايه البريمتر، البريمتر هو نعمل اد للسايدز دي كلها بلس بعض اللينسز بتاعتها يعني. خلاص، طيب كل ده برضه هيساوي ال K. جميل، طب ال K ده بقى هو انت عرفت منين؟ طيب هو انا لازم كل مره مثلا اقول الريشيو دي هي بتاعت الصغير على الكبير؟ لا، خلاص ال K ده هو بيبقى سيميلاريتي فاكتور. جميل، خلاص السيميلاريتي فاكتور اوف بوليجون كذا تو بوليجون كذا، تمام؟ يعني هو بيديني بوليجون من بيوديني من بوليجون لبوليجون. بمعنى يعني لو قلت لك مثلا في الكيس اللي انا حاططها دي دلوقتي، بنقول ال K هو السيميلاريتي فاكتور خلاص اوف A B C D to X Y Z L.
تمام. طيب لو كنت الريشيو اللي انا كاتبها كانت العكس اكس واي اوفر اي بي، كان يبقى اسمه ايه؟ كان يبقى اسمه ريش السيميلاريتي فاكتور اوف اكس واي زد ال تو اي بي سي دي. يعني من الاخر لو قلت لك عايز سيميلاريتي فاكتور اوف 1 2 2، خلاص يبقى هتستخدم الريشوز بتاعت 1 الاول اوفر الريشوز بتاعت 2. خلاص كده، يعني هنا الكي كانت اي بي سي دي تو اكس واي زد ال. خلاص ليه؟ عشان كنا كاتبين الاي بي الاول وبعد كده تحت الاكس واي، يبقى بنكتب الاولاني على الثاني. خلاص كده. طيب لو كنت قلت لك عايز الكي بتاعت الاكس واي زد ال تو اي بي سي دي، كنا هنكتب الاولاني اللي هو الاكس واي الاول اوفر الثاني اللي هو الاي بي. تمام كده. طيب ده كده هتبقى اول بوينت اتكلمنا عنها. طيب سوري، دي اول بوينت تهمنا. خلاص. طيب طبعا انا قصدي بس هنا ايه فيرست على السكند، وهنا كيف بتاعت فيرست تو سكند. جميل كده. طيب كده خلصنا اول بوينت ممكن نتكلم عليها. طيب ايه بقى تاني بوينت معانا؟ طيب تعال نشوف تاني بوينت عندنا. طيب تاني بوينت عندنا بقى دي بتحدد لي الفاليوز بتاعت الكي. طيب بصوا يا جماعه، الكي بتاعتي دي تعال نحطها كده على نمبر لاين، خلاص، ونشوف كل كيس على النمبر لاين دي هتديني ايه. ده النمبر لاين بتاعي، الكي ده لازم يطلع كده كده رقم بوست، خلاص، يا اما زيرو او بوست، اوكي؟ طيب نبدا بقى. الكي بتاعتنا لو من زيرو ل 1 خلاص بيبقى حاجه اسمها شرينك. يعني ايه شرينك؟ يعني تصغير. بمعنى ايه؟ يعني مثلا تمام، لو الكي بتاعتي من 0 ل 1 خلاص يبقى الشكل بتاعي اصغر من الشكل، يبقى واحد بيصغر عن التاني، بنصغر واحد عن التاني. طيب لو الكي بتاعتي اكبر من 1 بيبقى اسمه انلارجنج، خلاص انلارج يعني ايه؟ يعني تكبير، يبقى واحد بناخد نسخه من الصغير نكبره. طب الشرينك ناخد نسخه من الكبير نصغره، اوكي؟ طيب لو الكي بتاعتي بقى بال1 نفسه، ال1 اللي هنا ده، بيبقى الشكلين دول مالهم؟ اسمهم كونجرنت، لان هم زي بعض بالظبط، مفيش اي فروقات ما بينهم. خلاص يبقى كده لو عرفنا الفاليو بتاعت الكي نقدر نحدد الشكلين بتوعي دول، هل هو شرينكج من 1 ل 2 ولا انلارجمنت ولا الشكلين دول كونجرنت. جميل، يبقى كده خلاص عرفنا الكلام ده. خلاص. وطبعا بقى ايه، اي شكلين في الدنيا تقدر تخلي الكي بتاعتهم يا اما اصغر من 1 او اكبر من 1. ازاي؟ على حسب انا قايل هو بتاع الفيرست تو سكند ولا بتاع السكند تو فيرست. ده اللي احنا بنحدد منه الكي بتاعتنا، وده اللي هنعرف منه الكي بتاعتنا. يعني مثلا لو قلت في الرسمه بتاعتنا فيرست تو سكند، ها فيرست تو سكند ده كده الصغير على الكبير، خلاص يبقى رقم صغير فوق ورقم كبير تحت. تمام، يبقى الفراكشن بتاعي هيبقى اصغر من 1. طيب يبقى ساعتها ده ايه؟ يبقى اسمه شرينك. تمام، لكن لو كنت قلت الكي بتاعتي هي السكند على الفيرست، يبقى رقم كبير على رقم صغير، وبما انه رقم كبير على رقم صغير يبقى الفراكشن بتاعي اكبر من 1، يبقى اسم الكي بتاعتي هتبقى ايه؟ هيبقى انلارج. خلاص، جميل. طيب دي كده كانت البوينت الثانيه. طيب اخر بوينت معانا قبل ما نبدا نحل مع بعض هتبقى ايه؟ طيب هي اخر بوينت معانا حاجه كده هتعتبر بالنسبه لنا نظري شويه. خلاص، طيب في حاجه اسمها ريجولر بوليجونز. ايه الريجولر بوليجونز ده؟ خلاص، الريجولر بوليجون دول مثلا لو قلت لك عندي ريجولر هيكساجون مثلا، ده معناه ايه؟ هيكسا معناها 6، يبقى شكل عنده 6 سايدز. خلاص. طيب لما بنقول بقى كلمه ريجولر دي معناها ان كل السايدز بتوعه قد بعض وكل الانجلز بتوعه قد بعض، ده كلمه ريجولر بتحدد لي كده. خلاص. طيب يبقى ريجولر بوليجونز دي قلت لك بقى هيكسا، قلت لك بنتا، قلت لك هيبتا، يعني الرقم ده عباره عن رقم. خلاص، بس المهم ان هو ريجولر، يبقى السايدز بتاعته كلها قد بعض، الانجلز بتاعته كلها قد بعض. خلاص. طيب يبقى ايه بقى البوينت بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عليها؟ طيب الريجولر بوليجونز اوف ان سايدز، طبعا وات ايفر عدد السايدز بتاعته، بلس ار سيميلر. يعني ايه؟ يعني لو عندي اي اثنين في الدنيا ريجولر هيكساجونز مثلا، دول لازم يبقوا سيميلر. خلاص، مش هو ريجولر؟ ريجولر. ايه الشرط بتاع ان هو يبقى ريجولر اصلا؟ خلاص، ان الانجلز قد بعض وان السايدز قد بعض. طب ما ده اصلا الشرط اللي احنا قلناه في رقم واحد فوق، ان لازم الكورسبوندنج انجل تبقى قد بعض ولازم السايدز بتاعته، خلاص، الريشيو بتاعتها تبقى قد بعض.
تمام، او ريشيو ما بين تو سايدز هنا تبقى قد بعض خلاص. طب ما ده هيتحقق دايما في ريجولر، ليه؟ لان قلت كلمه ريجولر كل الانجلز بتاعتك قد بعض خلاص، يبقى كده كورسبوندنج انجلز اكيد هتبقى قد بعض. طيب ولو مثلا السايدز بتاعت الشكل الاولاني كلها 5 والسايدز بتاعت الشكل الثاني كلها ب 10 خلاص، فاكيد الريشيوز كلها دايما هتبقى 5 على 10، يبقى الريشيوز كلها مظبوطه هيبقوا ايكوال لبعض، يبقى فعلا الشكل ده هيبقى ايه؟ هيبقوا دايما سيميلر خلاص. يبقى اي مجموعه من ريجولر بوليجون بس عندهم نفس عدد السايدز ار سيميلر، بس لازم نفس عدد السايدز خلاص. طيب ده كده كان المراجعه على البوينتس اللي احنا محتاجين نبص عليها قبل ما نبدا حل. نبدا خلاص دلوقتي ايه، نحل مع بعض كام سؤال كده عشان نعمل بس ايه ريفريشن كده لنفسنا. يلا اول سؤال معانا يقول if k is a similarity factor of polygon m1 to polygon m2 and polygon m1 is minimization of polygon m2، m1 اصغر تصغير من 2 خلاص، يعني 1 هو اللي صغير و2 هو اللي كبير. بيقول لك 1 minimization من 2، 1 ده عباره عن تصغير من 2 خلاص. طيب وبيقول لك بقى ايه، ان الكي هو السيميلاريتي فاكتور اوف ام1 تو ام2، الكي بتاعتك بتاعت 1 فيرست تو سكند اهو، ده اللي هو بيقوله. طيب يبقى السيميلاريتي فاكتور بتاعها يساوي ايه؟ المفروض يساوي السايد لينث بتاع الفيرست صح اوفر الكورسبوندنج سايد لينث بتاع السكند، قلنا بنكتب الاولاني على الثاني اللي هو قاله الاول على الثاني خلاص. طيب طب كده ايه اللي هيحصل معايا؟ المفروض ان الاولاني رقم صغير والتاني رقم كبير، يبقى لازم الاقي الفراكشن بتاعي رقم صغير اوفر رقم كبير صح ولا غلط؟ واحد صغير على واحد كبير. طب لما نيجي نبص على التشويسز بتاعتنا بقى، ها ده 1 طبعا اول واحد هيبقى غلط. طب ثالث واحد ده رقم كبير على رقم صغير يبقى برضو غلط، انا عايز صغير على كبير. طب الاخير كبير على صغير برضو غلط، يبقى مين الوحيد اللي ينفع؟ هيبقى تشويس بي هو اللي ينفع. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى تشويس بي، لان هو الوحيد اللي رقم ايه؟ صغير على كبير خلاص. طيب نشوف مع بعض سؤال كمان بيقول لي if triangle ABC is similar to triangle DEF خلاص. طيب وبيقول لي BC equals 3EF، عايز السكيل فاكتور اوف سيميلاريتي اوف ذا تو تراينجلز. حلو. طيب هنا بقى المره دي هو بصراحه سابها لي ايه؟ عايمه، ما قاليش عايز السيميلاريتي فاكتور اوف اي بي سي تو دي اي اف ولا السيميلاريتي فاكتور اوف دي اي اف تو اي بي سي. طب انا يا سيدي مش عارف صح؟ طب انت دلوقتي بتقول لي ان الشكلين دول سيميلر لبعض، حلو. فالكي بتاعتي هنكتب بقى انا معايا دي بس، الكي بتاعتي المفروض تساوي ايه؟ هتساوي واحد على الثاني سايد على الكورسبوندنج سايد خلاص؟ طب جميل. نعمل الكلام ده ازاي؟ تعال نشوف. هو الكي بتاعتي كانت المفروض تبقى السايد مثلا اي بي على السايد اللي قصاده اللي هو دي اي، اهو اي بي على السايد اللي قصاده اللي هو دي اي، او بي سي على السايد اللي قصاده اللي هو اي اف، بي سي على السايد اللي قصاده اللي هو اي اف، او اي سي على السايد اللي قصاده اللي هو دي اف، اي سي على السايد اللي قصاده اللي هو دي اف. تمام كده؟ يبقى لو الكي بتاعتي هتساوي اي ريشيو من الثلاثه دول. طب جميل، ايه الحاجه اللي هو مداني تاني في السؤال؟ اداني الحته دي البي سي ايكوال 3 اي اف. طب جميل، طب دي شبه مين في اللي انا كاتبه؟ دي شبه الجزء ده صح. طيب يبقى خلاص فكنا بقى من دول خالص، مش فارقين معايا، وهخلي الكي بتاعتي هاخدها شبه ايه اللي موجود معايا. يبقى الكي بتاعتي ايكوال بي سي وي اف، نفس الايه السايدز اللي هو مداني في السؤال. حلو. طب من هنا اقدر ازاي اجيب البي سي على اي اف دي؟ طب مش ممكن اودي الاي اف دي هناك كده بالديفايد تحت البي سي؟ يبقى من هنا كده البي سي اوفر الاي اف هيطلع ايه؟ هيطلع ب 3 صح كده. طيب يبقى الكي بتاعتي اللي هي بي سي ايكوال اي اف هتطلع بكام؟ هتطلع ب 3 خلاص. طب حظي جميل وطلعت الاجابه موجوده اهو تشويس دي. طب افرض ما كانتش موجوده؟ ما احنا اتفقنا مع بعض ان هو هنا ما قاليش عايز السيميلاريتي فاكتور اوف مين تو مين صح؟ هو ما حددش، هو قال لي عايز سيميلاريتي فاكتور وخلاص. احنا متفقين دايما نقول ايه؟ سيميلاريتي فاكتور اوف كذا تو كذا. يبقى كنا بنعمل ايه؟ ناخد الاولاني سايد لينس من الاولاني نقسمه على الكورسبوندنج بتاعه في الثاني، يبقى كان بيبقى الفيرست على السكند. طيب بما ان هو هنا ما كانش محدد فكان ممكن واحد يمشي العكس يقول لي بدل الكي اللي احنا عملناها دي كان يقول لي ايه؟ الكي ايكوال المقلوب بقى
ال دي اي على الاي بي and so on، الاي اف على الاي على البي سي، الدي اف على الاي سي. كان ممكن حد يحصل معاه نفس الكلام ده بالظبط، صح؟ فساعتها لما كان يجي يحسب الاي اف على البي سي اللي هي كانت شبه المطلوب مننا، اه تعالى نشوف كده، الاي اف على البي سي من هنا اهو، اي اف على بي سي، هجيب دي كده بالديفايد، صح؟ وودي ال 3 هناك بالديفايد كانها 1 اوفر 3 سوري. يبقى ساعتها كانت الكي بتاعتك هتبقى ايه؟ كانت هتبقى 1 اوفر 3 اللي هي مش موجوده في التشويسز، خلاص؟ فعشان مش موجوده في التشويسز انا فاهم بقى ايه، ان الكي ده يا اما فيرست على سكند، خلاص؟ لو انا اشتغلت الاي بي سي تو دي اي اف، او فيرست على سكند لو اشتغلت دي اي اف تو اي بي سي، يبقى كان هيبقى 3 او 1 اوفر 3. ده ليه؟ عشان هو مش محدد لي سيميلاريتي فاكتور اوف مين تو مين، خلاص؟ يبقى كان الاجابه دي هتبقى صح او الاجابه دي هتبقى صح، خلاص؟ اللي كنت هلاقيها في التشويسز هشتغل بيها، تمام؟ طبعا بقى انا مش هقعد كل مره احل التو كيسز يعني، خلاص؟ انا لو جبت 3 وما لقيتهاش ابقى لازم ابقى فاهم ان هو هيبقى ايه؟ هيبقى متشقلب بتاعه على طول اوتوماتيك، يبقى ال 1 اوفر 3 على طول. ليه؟ يبقى ساعتها اه ده الراجل كان عايز الكي بتاعت ال دي اف تو اي بي سي، خلاص؟ طيب ده كده كان تاني سؤال معانا. طيب شوف كمان سؤال بيقول لي if M1 and M2 are two similar polygons whose two corresponding side lenses are 20 over 16. حلو، يعني مثلا تعالى كده بس نشتغل بقلم عادي. مثلا ال L1 السايد الاولاني بتاع الشكل الاولاني ب 20 وال L2 ب 16، السايد بتاع الشكل الثاني ب 16، دول two corresponding sides. حلو، بيقول لي بقى عايز ايه؟ عايز البريمتر بتاع الشكل الاولاني، الريشيو ما بين البريمتر بتاع الشكل الاولاني تو الريشيو ما بين البريمتر بتاع الشكل الثاني. حلو، يعني انت عايز B1 يا سيدي اوفر B2. طب ما احنا اتفقنا مع بعض مش ال B1 اوفر B2 دي اللي هي K هي كمان؟ حلو، والK دي اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي السايد الاولاني على السايد الثاني، صح؟ حلو، يبقى من الكلام اللي احنا لسه كاتبينه دلوقتي ده نقدر ناخد ايه؟ ناخد الجزء ده ايكوال الجزء ده على طول، يبقى ال B1 اوفر ال B2 البريمتر الاولاني اوفر البريمتر الثاني ايكوال L1 اوفر L2 ايكوال السايد الاولاني اوفر الكورسبوندنج بتاعه في الشكل الثاني، تمام؟ يبقى ايكوال 20 اوفر 16، خلاص؟ طيب يلا روح اكتب بقى 20 اوفر 16 على الكالكوليتر بتاعتك، هيطلع لك الاجابه ب 5 اوفر 4. يبقى التشويس الصح بتاعنا هيبقى تشويس دي. اعتقد الموضوع لطيف يعني لغايه دلوقتي ومفيش مشكله معانا. طيب شوف كمان سؤال يقول لي two similar polygons whose ratio between two corresponding sides lenses are or is 3 to 4. جميل، يعني كده كانه بالظبط يقول لي L1، تعالى بس نشتغل بقلم عادي، L1 over L2 دي ريشيو هي مدهاني ب 3 to 4. طبعا علامة ال 2 اللي هي النقطتين اللي فوق بعض دول، خلاص؟ هي لو جيت احولها لفراكشن تبقى 3 over 4، كأنك عملت بس over كده ديفايد يعني. يبقى كده اللي هو مدهوني ريشيو ما بين two corresponding sides في two polygons، خلاص؟ بس similar. يبقى L1 على L2 equal 3 over 4. طيب جه بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان البريمتر بتاع الشكل الاولاني ب 15، عايز البريمتر بتاع الشكل الثاني بكام؟ حلو، هنعمل ايه؟ اتفقنا مع بعض ان بي 1 على بي 2 اهو ايكوال الكي اللي هي عباره عن ال 1 على ال 2، صح كده؟ طب حلو، من هنا يلا هنشيل البي 1 ونكتب 15، البي 2 مش معايا هسيبها زي ما هي، ال L1 over L2 مكتوبه اهي فوق ب 3 over 4، خلاص؟ في أي حاجة مش معايا غير ال B2؟ لا، كله معايا ناقص لي ال B2 بس. طب يلا نجيب ال B2. ال B2 equal ده تايم ده ديفايدد ده، خلاص؟ يبقى 15 تايم 4 ديفايدد 3. يلا نحسب بقى الكلام ده هيطلع لنا 20، تمام؟ يبقى التشويس المظبوط بتاعنا هيبقى تشويس A، خلاص كده؟ طيب السؤال كان لطيف برضو، كان في مشكلة بعدنا. طيب نشوف كمان سؤال بيقول لي in the opposite figure rectangle ABCD is similar to rectangle XBYL. حلو، two rectangles similar لبعض. طب جميل، يلا بينا نشوف هو عايز ايه. بيقول لي عايز اللينس بتاع YC، عايز اللينس بتاع السايد ده الحتة دي كده
هو عايز طولها. طب جميل، هو دلوقتي ده ريكتانجل. احنا عارفين ان في ريكتانجل each two opposite sides are equal، يعني لو السايد اللي هم بدون دي سي ده ب 6 خلاص، فاكيد برضو الحته دي كده هتبقى بكام؟ ب 6. ونفس الكلام السايد اللي فوق ده ب 12، يبقى الحته دي برضو بكام؟ ب 12. ونفس الكلام في الصغير بقى، الحته دي ب 2 صح، يبقى اللي قصاده الناحيه الثانيه بكام؟ ب 2 اهي. اوكي كده، يبقى الحته الوحيده اللي مش معايا مين؟ انا كان معايا الاربعه سايدز بتوع الريكتانجل الكبير، لكن الصغير مش معايا فيه ايه؟ لا ده ولا ده، طبعا الاثنين زي بعض مش مشكله. طيب يلا ايه، نحاول بما ان الشكلين دول سيميلر لبعض. طيب هو قال لي اي بي سي دي واكس بي واي ال، طب تعالى نشوف. يلا عايز اكتب الريشوز بتاعتنا. الريشوز بتاعتنا هنجيبها ازاي؟ هنبدا اي بي اوفر اكس بي، اي بي اوفر اكس بي. طبعا انا هنا مش فارق معايا مين اوفر مين، خلاص المهم اثبت، لان هو هنا مش بيتكلم على الكي اصلا، فمش فارق معايا مين فيرست ومين سكند، انا عايز اكتب الريشوز وخلاص. طيب يبقى اي بي اوفر اكس بي. طب مين تاني؟ اه بي سي اوفر بي واي، بي سي اوفر بي واي، سوري اه اوفر بي واي ماشي ايكوال. اللي بعده سي دي اوفر واي ال، سي دي اوفر واي ال ايكوال. اخر حاجه الاول مع الاخير بقى اكس ال، سوري هنبدا الاول من فوق، اي دي اوفر اكس ال. دي كده الريشيوز بتاعتكم خلاص. طب يلا هنشيل بقى ايه كل السايدز اللي احنا عارفينها ونحط الارقام بتاعتها مكانها. طيب يلا بينا نعمل كده. طبعا احنا ما كناش هنا محتاجين كل ده، ليه؟ لان اوريدي احنا عارفين ان كل تو اوبزيت سايدز ار ايكوال، فانا مش محتاج اكتب كل ده، بس احنا هنشتغل سيستماتيك مفيش مشكله. طيب الاي بي اه من على الرسمه هنلاقيه ب 6. طب الاكس بي من على الرسمه هنلاقيه ب 2 ايكوال. البي سي من على الرسمه هنلاقيه ب 12. البي واي لا مش عارفينه ايكوال. السي دي من على الرسمه هنلاقيه ب 6 اوفر الواي ال من على الرسمه هنلاقيه ب 2 ايكوال. ال A دي من على الرسمه هنلاقيه ب 12 اوفر اكس ال من على الرسمه لا ما نعرفوش. طيب على طول بقى ممكن اخد الحته دي كده واعمل فيها كروس مالتبلاي عشان اجيب الاكس ال بتاعتي خلاص. طيب يلا يبقى الاكس ال بتاعتنا هتطلع بكام؟ الاكس ال يلا 12 تايم 2 ديفايدد 6، 12 تايم 2 ديفايدد 6 خلاص. نحسب الكلام ده هيطلع لنا 4 سنتيمتر خلاص. طب جميل كده انا حسبت الاكس ال. طب بنفس الطريقه ممكن نحسب بي واي، او حد تاني يقول لي اه طب ما خلي بالك بقى الاكس ال يكوال البي واي ده ريكتانجل يعني خلاص، يبقى اوتوماتيك برضو مين كمان؟ يبقى البي واي برضو هيبقى ايكوال كام؟ هيبقى ايكوال 4. حلو، يعني الحته دي كده ب 4 والحته دي كلها كانت ب 12، هو بقى عايز مين؟ عايز الحته دي صح؟ طيب يبقى السي واي اللي هو عايزها بقى هتساوي ايه؟ يبقى السي واي بتاعته هتساوي الحته كلها اللي هي ب 12 ماينس الحته الصغيره دي خلاص اللي هي 4. كده جبنا ايه؟ الطول ده هيطلع لنا المسافه دي ايكوال 8. يبقى التشويس الصح بتاعنا هيبقى تشويس بي خلاص كده. طيب يلا نشوف كمان سؤال. بيقول لي if triangle ABC is similar to triangle NML. طيب ومديني سايد لينسز، حلو قوي. find the scale factor of similarity of triangle ABC to triangle NML. طيب اول حاجه هو قال لي السيميلاريتي خلاص، قال لي مين سيميلر لمين. يلا نكتب الريشيوز بتاعتنا خلاص، وخلي بالك بقى ان الريشيوز المواد هتفرق معانا مين اوفر مين، ان هو بيسال على مين؟ على السكيل فاكتور اوف اي بي سي تو ان ام ال. يعني هنبدا اللي فوق الفيرست الاولاني خلاص هو الاي بي سي، والسكند هو الان ام ال. طب يلا الكي بتاعتنا ايكوال الفيرست اللي هو اي بي سي، ناخد بقى سايد منه اهو اي بي over نفس السايد في السكند اللي هو اول حرفين برضو ان ام equal تاني. يلا بي سي over ام ال، بي سي over ام ال equal الاول مع الاخير اي سي over ان ال، اي سي over ان ال خلاص. يلا نعوض بارقام مكان الكلام ده. يلا يبقى الكي بتاعتنا equal الاي بي مداني 15 اوفر ال ان ام مدهاني ب 10
equal ال BC مدهني ب 12 over ال ML مدهني ب X equal ال AC مدهني 14 over ال NL مدهني بال Y. خلاص كده؟ طيب جميل. أول حاجة أنا كده أوتوماتيك من هنا هو طلب بتاعه اللي هو عايز الكي، الكي equal 15 over 10. لو عملنا بس الكلام ده simplify يبقى أول طلب نقدر نقوله إن الكي بتاعتك يا عم اللي أنت عايزه اهو 15 over 10 على الكالكوليتر هتطلع لك ب 3 over 2. خلاص؟ ده أول طلب هو عايزه. طيب تاني طلب بقى عايز ال values of x and y. طب نجيب ال values of x and y إزاي؟ طب تعالى أول مرة، تعالى بس نمسح كده ده. يلا تعالى نشتغل على الحتة دي مع بعض كده جنب ده كده. عايز احسب منه الاكس. طب الاكس بتاعتي هنحسبها ازاي؟ ده تايم ده اوفر ده صح؟ يبقى 12 تايم 10 اوفر 15. يلا نحسب بقى الكلام ده، هيطلع لك ال هيطلع لك الاكس بتاعتك ب 8 سنتيمتر. خلاص كده حسبنا الاكس اللي هو عايز، ادي اول طلب. طب تاني طلب عايز نحسب الواي. طب احسب له الواي ازاي؟ تعال بس نمسح كده. طب لما اجي اشتغل على الواي هاخد دي بقى الحته دي كده، سوري هاخد الحته دي مع الحته دي عشان اشتغل على الواي. انا دايما باخد تو فراكشنز، جزء اكون عارف الارقام بتاعته كامله وجزء هو اللي فيه حاجات مش معايا فيه. خلاص لكن طبعا ما حدش يجي ياخد دول مع بعض، اوكي؟ عشان ده فيه اكس ما اعرفوش واي ما اعرفوش. اي نعم انا جبت دلوقتي الاكس فتمام ممكن استخدمه، بس برضو يفضل ان اخد اللي هو مديني ارقامه، لان ممكن اكون حسبت الاكس غلط مش ممكن اكون غلطت صح. فعشان اعمل بقى ايه، يبقى الاحسن دايما استخدم اللي هو كان مديهولي. طيب يلا عايز احسب الواي، اشتغل بس بالقلم العادي. ها الواي هتساوي ايه؟ ده تايم ده ديفايدد ده. يلا يبقى 14 تايم 10 ديفايدد 15. تمام كده. طيب هنحسب الكلام ده، هيطلع لنا 28 over 3 على الكالكوليتر، يبقى الإجابة بتاعتنا تبقى 28 over 3 سنتيمتر. تمام كده، دي حسبت له ال values of x and y اللي هو عايز. خلاص جميل. نشوف كمان سؤال بيقول لي if polygon ABCD is similar to polygon EFGH، قوم اديني شوية سايدز. بيقول لي find أول حاجة ال scale factor of similarity of polygon ABCD to polygon EFGH. يبقى الكي بتاعتي هي first على second، يبقى هنشتغل بالشكل اللي قال حروفه الأول وبعد كده الشكل اللي قال حروفه التاني. طيب الكي بتاعتي يلا أول سايد على أول سايد، يبقى AB over EF equal BC over FG BC over FG equal CD over GH CD over GH equal أول والأخير AD over EH AD over EH. جميل خلاص كده كتبنا الريشوز دي. طيب تاني يلا نشيل بقى كل الريشوز بتاعتنا دي ونحط الأرقام بتاعتنا. طب ال AB مدهوني ب y plus 2 over ال EF. بصوا بقى هنا بداية شكل غريب شوية، مديني AD equal 2 EF equal 12. طب ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي انسى خالص ده، انت شايف ايه؟ انت شايف 2 EF equal 12 صح؟ امسك الحتة اللي انت عايز منها المعلومة اهو. خلاص من الحتة دي اللي انا معلم عليها ال EF بكام، هنودي 2 هناك بالديفايد، يبقى ال EF هتبقى 12 divided 2 تطلع 6، يبقى الـ EF بتاعتي هتبقى بـ 6 اهو. خلاص سيبك من ان هو مديك ما اعرفش ايه ايكوال ايه ايكوال ايه ايكوال ايه ايكوال ايه، ماليش دعوه انا هعلم على الحته اللي تفرق معايا في الحل بتاعي. طب جميل ايكوال يلا الـ BC الـ BC 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 مش كاتبه، خلاص هسيبه زي ما هو اوفر FG برضو مش كاتبه هسيبه زي ما هو ايكوال السي دي كاتبه بقى المرة دي اهو 15 اوفر جي اتش، جي اتش كاتبه باكس اهو ايكوال الاي دي، الاي دي كاتبه هنا اهو بص
AD equal 12 خلاص ده اللي يفرق معايا AD equal 12 سيبك من 2 EF اللي في النص ما تفرقش معايا دلوقتي خلاص كأني مش شايف يبقى الـ AD بـ 12 over الـ EH اهي بـ 8 خلاص طيب كده أول حاجة أقدر أوصل لها إيه عرفت أجيب الكي خلاص بص كده كي أهي equal 12 over 8 يبقى كده هاجي أكتب له هنا كده خد يا عم الكي بتاعتك أهي اتفضل الكي equal 12 over 8 اللي هي لما تكتبها على الكالكوليتر هتطلع لك 3 over 2 طيب حسبت له الكي خلاص يلا فاضل مين تاني الطلب بقى عايز الاكس وعايز الواي حلو اتفقنا مع بعض نيجي نعلم على الحاجات مرة فراكشن يبقى معايا كامل ومرة الفراكشن اللي فيه الطلب اللي هو بيدور عليه خلاص طيب تعال يلا بينا نعمل كده هاخد الحتتين دول كده عشان انت بتسأل على الاكس حلو فراكشن كامل هو ارقامه كلها معايا وفراكشن فيه الحاجة اللي بتدور عليها اللي هي الاكس خلاص طيب هنجيب الاكس ازاي ده تايم ده ديفايدد ده يلا يبقى الاكس بتاعتك ايكوال 15 تايم 8 ديفايدد 12 خلاص طيب نحسب الاكس بتاعتنا تطلع لنا الاكس ب 10 سنتيمتر طبعا حلو خلاص كده جبنا الاكس طب بعدين عايزين نحسب الواي هنحسب الواي ازاي تعال لما اجي احسب الواي هاخد الجزء اللي موجود هنا ده اللي هو كامل مع الجزء اللي فيه الحاجه اللي بتدور عليها خلاص يعني y plus 2 over 6 equal 12 times 8 طيب انا عايز احسب الواي خلاص فتعالى الاول نحسب الواي plus 2 وبعد كده نبقى نحسب الواي خلاص طب هنحسب الواي plus 2 ازاي 12 times 6 divided 8 تعالى كده نكتبها الواي plus 2 equal 12 times 6 divided 8 خلاص طيب هنحسب الكلام ده هيطلع لنا ب 9 حلو مش كده الواي بلس 2 ب 9 الواي بلس 2 ب 9 طب عايز احسب الواي بقى ودي 2 هناك بالديفايد سوري بالماينس يبقى 9 ماينس 2 خلاص يطلع لنا الواي بتاعتنا 7 سنتيمتر خلاص كده مفيش فيها مشكله حلو نشوف كمان سؤال يقول لي انكواد A B C D خلاص ومديني شوية سايدز برضو find the lenses of the sides of a similar quad whose scale factor of similarity of quad A B C D to the new quad equal 70% ايه ده انت كنت بتقول لنا السكيل فاكتور ده قعدت تقول لنا عفش اكبر من 0 و 1 و 1 لانفينيتي وحاجات كده خلاص ايه بقى البرسنت دي طب ما سهله جدا انا لو عايز احول البرسنتيج دي لرقم عادي بنعمل ايه؟ بنعمل divided 100 يعني كل اللي انا هاجي اعمله هنا احوله divided 100 هيطلع لي الكلام ده 0.7 يبقى انا كده خلاص عرفت الايه؟ الكي بتاعتي طيب الكي دي بتاعت مين تو مين؟ بتاعت A B C D خلاص to the new quad يعني ده الفيرست والنيو هو السكند خلاص طب تعالى نسمي النيو ده مثلا اي ايه؟ اربع حروف كده زي ما ده اربع حروف هسميه مثلا X Y Z L خلاص جميل يلا بينا نكتب ايه الـ similarity بتاعتي او الـ ratios بتاعتي يعني خلاص الـ K بتاعتنا equal يلا الـ first على second اول حرفين اهو AB over XY equal اللي بعديه BC over YZ equal اخر حرفين cd over zl يلا الاول والاخير ad over xl خلاص يلا هنشيل بقى ونعوض بالارقام الk ب 0.7 equal الab مدهاني ب 10 over xy اللي ما اعرفهاش equal ال BC مداني 14 over YZ اللي معرفهاش equal CD مداني 18 over ZL اللي معرفهاش equal ال AD ب 22 over XL اللي معرفهاش جميل طب وبعدين
يلا بينا، عايزين بقى نحسب ايه الاربعه سايدز الجداد، ده اللي هو عايزه. هو اصلا بيقول لي السؤال find the lengths بتاع السايد بتاع السيميلر كواد اللي هو السكند كواد ده، خلاص. يبقى عايز احسب اكس واي واي زد وزد ال واكس ال. طب يلا اكس واي انا عايز احسب ده، خلاص انا اعلم على اني حته، الحته اللي كامله اللي هي في واحده فيها ارقام، سوري، واحده فيها ارقام كامله اهي اللي هي 0.7 بالنسبه لي، واحده فيها حاجه اللي انا عايزها. طب حلو، يلا هودي الاكس واي كده واجيب ال 0.7 مكانها، كاني وديت واحد بالتايمز واحد بالديفايد، خلاص. يبقى الاكس واي بتاعتي هتبقى 10 ديفايدد 0.7. اوكي طيب يلا هنحسب بقى الكلام ده، هيطلع لنا الاكس واي بتاعتنا ب 100. نشتغل بقى على معادي احسن، ب 100 اوفر 7 خلاص سنتيمتر طبعا. طيب نفس الكلام واي زد، خلاص برضو ناخد الواي زد دي مع مين؟ مع ال 0.7. يلا ودي الواي زد كده بالتايمز وهات ال 0.7 كده بالديفايد، كانها 14 ديفايد 0.7، خلاص هيطلع لك الواي زد بتاعتك تطلع لك ب 20، يبقى 20 سنتيمتر. طيب السايد اللي بعده الزد ال، ناخد الحته دي مع الحته دي وادي الزد ال كده بالتايمز وادي ال 0.7 كده بالديفايد، يبقى 18 ديفايد 0.7 خلاص. يبقى الزد ال بتاعتي هتبقى 18 ديفايد 0.7، نحسب الكلام ده يطلع لنا 180 اوفر 7 سنتيمتر. طب طيب يلا اخر واحده 22 اوفر اكس ال ايكوال 0.7، وادي 0.7 كده بالديفايد وادي الاكس ال كده بالتايمز خلاص. يبقى الاكس ال هتبقى 22 ديفايد 0.7، تحسب الكلام ده يطلع لك الاكس ال بتاعتك ايكوال 220 اوفر 7 سنتيمتر خلاص. كده انا جبت له الدايمنشنز او اللينث بتاع السايدز بتاعت الكواد الجديد اللي هو طالبها، تمام كده. طيب كده احنا خلصنا المراجعه السريعه بتاعتنا على الايتم دي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.